تصعيد جديد شهدته الأراضي اليمنية بعدما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا موجة ثالثة من الضربات ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. الضربات الأمريكية البريطانية شملت بحسب بيان مشترك 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً داخل الأراضي اليمنية، تمت بدعم من أستراليا والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا. وبحسب البيان الأمريكي البريطاني، تم استهداف مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات العسكرية للحوثيين. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات دفاعاً عن النفس ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر، كما أكدت استهداف مواقع حوثية في عدد من المحافظات اليمنية. وبدوره شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن القصف يعد رسالة للحوثيين بأنهم سيواجهون المزيد من المتاعب إذا لم يتوقفوا عن هجماتهم ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر. وسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت 6 محافظات يمنية من بينها صنعاء، حيث تم استهداف منطقتي النهدين وعطان جنوبي العاصمة، كما تم استهداف محافظات حجة وذمار والبيضاء وتعز والحديدة. وبعكس ما صرحت به الولايات المتحدة وبريطانيا من أن الضربات الأخيرة ليست تصعيدة، يرى مراقبون أنها مؤشر جديد على التصعيد في المنطقة التي تضم واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، حيث توعد الحوثيون بالرد عبر استهداف مزيد من السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر الأحمر.